بدأت بسم الله أرجو عونه بنظم حجة البيان الباترة. بدأت بسم الله أرجو عونه بنظم حجة البيان الباترة. أذود فيها عن حياض المصطفى حبيبنا شفيعنا في الآخرة. خير العباد الهاشمي المجتبى من بين الحق لنا وآزره. وصحبه الكرام أرباب النهى وجوه هم مسفرة وناضرة. هم الذين عازروا محمدا والدين حقا بلغوه العامرة. يسعدهم قد عاينوا نبيهم فكحلوا تلك العيون الناظرة. برؤية للمصطفى إمامنا لما رأوه يرتقي منابرة. وشاهدوا مسيرة عظيمة في ليله وصبحه والهاجرة. واستمعوا كلامه بفطنة وقدسوا بين الورى أوامره. واستمسكوا بهديه وشرعه وعظموا تلك الوصايا الفاخرة. فخرجوا جيلا عظيما صالحا أئمة وقادة عباقرة. أسيادنا أمجادنا أسلافنا من حطموا الأصنام والجبابرة. وقيصرا وفارسا جميعهم داسوا عليهم الجيوش القاهرة. فدكدكوا عرشا لكسرى صاغرا وألبسوا ابن مالك أساورة. تحقيق قول المصطفى لما رأى سراقة وخيله في الحافرة. يدعون للدين الحنيف رحمة بحكمة وأنفس مثابرة. إسلامنا دين عظيم صالح فيما مضى وفي العصور الحاضرة. دين النقاء والسلام الثناء والضياء فهو الدليل للعقول الحائرة. يا رب ثبتنا على منهاجهم نعم التقاة والثقات النادرة. قلوبهم نقية تقية نفوسهم عزيزة وطاهرة. صديقنا فاروقنا عثماننا علينا هم قادة مؤازرة. كذا الصحاب كلهم أبطالنا تاريخهم قد سطروا دفاترة. أولئك الأبرار هم هداتنا هم النجوم الساطعات الزاهرة. هم الذين اتبعوا رسولنا وعلموا كل الورى مآثرة. قد عظموا كتاب ربي رهبة لما تلوا في آيه زواجرة. وقدسوا كتابه في رغبة لما تلوا في آيه بشائرة. يتلونه تلاوة باتوا قياما والعيون ساهرة. يخشون يوما قمطريرا شره طوب لمن يخشى عذاب الآخرة. صحابة النبي هم خير الورى منهم أخذنا للهدى مصادرة. قبحا لمن يسبهم ويفتري عليهم أقوال زور فاجرة. قلوبهم بحقدها مليئة كذابة أفاكة وجائرة. تطاولوا على النبي في عرضه حتى رموا تلك الرزان الطاهرة. أعني ابنة الصديق عائشة التي برأها الله فنعم الصابرة. فدلسوا وكذبوا وزوروا عقولهم عقول بهم قاصرة. أعني الروافض الذين أعرضوا وجوههم من الضلال باسرة. يا ويحهم قد شوهوا إسلام وأحدثوا في الدين جرحا غائرا. صحابة النبي هم خير الورى منهم أخذنا للهدى مصادرا. والله ما قلبت في أخبارهم إلا ودمعي قد ملا محاجرة. فسال من عيني دمع واكف كماء مزن من سحاب ماطرة. يا رب فارض عنهم وأرضهم ارض عن الأنصار والمهاجرة. يا ربي واجمعنا بهم في جنة قطوفها دانية ووافرة. فهذه أمدوحة نظمتها في سيدي وصحبه العباقرة. أنا النتيفي ظفر الحد الذي سطرت للتاريخ هذه الخاطرة. خواطر من مهجتي نشرتها في كل صقع والجبال الواعرة. في قدوتي محمد
محمد وحزبه أكرم بهم نعم الصقور الكاسرة من بلدة الهدار في أفلاجنا ذات النخيل والمياه الهادرة في دولة قوية فتية بمنهج الأسلاف دوما سائرة حكامها آل السعود سعدنا على العداء كالسيوف الباترة كتبتها نظمتها وزنتها أرجو بها قرب النبي في الآخرة والختم بالصلاة سرمدا على من قد أضاء للهدى منائرة وآله أولي النهى ذوي الحجى وصحبه ذوي القلوب العامرة ما غرد القمري في أغصانه ولوحت نحو السماء طائرة ما غرد القمري في أغصانه ولوحت نحو السماء طائرة القمري في أغصانه ولوحت نحو السماء طائرة.